عليه من الجمل الفنيه، كذلك انا اتكلم تماما الناس على المستوى التكتيكي حسب رايي مع فريق ماكنسي والرايت. تكلمنا بعض الاخطاء خصوصا الاخطاء المباشره مع الفرديه خصوصا في التمركز بتاعنا ضد اللاعبين، مع ان اللي ما عندكش حق مش تختار اقل خطر. اخوان نصروني كنت في التحكيم القطري ثقه كبيره جدا، واكثر انا ما عندي ثقه في اللاعب الماضي موجودين في قطر، عندي ثقه فيهم كبيره جدا. طبعا بالنسبه لي الهدف التسلل قبل ما نشوفه حتى في الفيديو، قبل ما نعرف المستوى بتاع اللاعبين مستوى جيد، بارك الله فيه مع المباراة القادمة. يعني هدف تيمور الثالث تسلل. لكن ان شاء الله ما يكونوش القرارات بعض القرارات دخلت على طريق الفيديو. بعض القرارات ما دخلتش على طريق الفيديو، خاطر مازال ما همش يستعملوا الفيديو. هو ما بديتش المساعد، هو سهل المساعد لسه بده يوصل ما بقاش. واحد سهل المساعد، لو كان فيديو كان لا. لكن كان مشغول يشوف المباراة ممكن في الملعب يتدخل في القرار، لكن انا ثقتي في اللاين مان خصوصا مع اللي موجودين في قطر والثلاثي هذايا مع الثلاثي الدولي خصوصا اللاين مان اللي موجودين ممتازين للغاية وثقتي فيهم كبيرة مع قبل ما نشوفها حتى. تفضل. أولا كنت أديت الهدف الأول كنت التفوق يعني ما زعلتش. أكيد كان شوف الجول الأول غلطة نتاع قلة التركيز ولا نتاع واحد هم على الثاني على فرق. نعم. هذه التعادل. الهدف التعادل. كنت بعدين بعد هدف التعادل فريقي دخل في نوعا ما من الاضطرابات وكان غير موجود دقيقه 15 او 20 دقيقه، وبعدين رجعنا في اخر المقابله وحسينا في اخر الشوط الاول وحسينا اللي كنا بامكاننا باش نسجل. جاء الجول الثالث مع اللي غلطه بتاع التمركز اكيد اسوق تمركز وطاقتي. جاء الجول الثالث حاولنا ما عرفتش سجلنا الجول الثاني كنا نجموا نرجعوا الحمد لله بعد مزال الدوري كبير. السيري نجم يكون افضل من هكا حسب رايي، زدنا نتفاداو بعض الاخطاء الفرديه على مستوى التحكم وعلى مستوى الدوري حسب رايي معناتها كبدايه دوري مباراه طيبه. كابتن محمود توصف النتيجه في كلمه، يعني لو تحصلها هل هي نتيجه منطقيه ظلمت السيريه فوز مستحق بالسد هذا من جهه. من جهه ثانيه لو نربط بمجريات المباراه السابقه امام العربي، لاحظنا يعني سيناريو عكسي تماما. في مباراه الماضيه كنت قبل الهدف ثم قبل رد فعل قوي. المره هذه العكس، انت بدات بالتسجيل ولكن بوزافي كونكسي قبلت ثلاثه اهداف. السيناريو العكسي هذايا هذا هو يبين ان الفريق اقوى في الرياكشن في رد الفعل، وانه فريقك ربما يحتاج بعض الاليات باش يمكن له السيطره بعد التسجيل. اما الاوضاع مختلفه في المباراه. شوف تلعب مع ثم بعض اللاعبين الموجودين في السد، لاعبين مهاريين ممتازين. لا الوصف ما تلتوش في هذه الحكايه منطقيه ولا ضربة السيري؟ ضربة كبيرة جدا مستحق. ما نجمش نقول ضربة، لكن كنا نجموا معناتها كنا نجموا نخرجوا نتيجة تعادل، كنا نجموا نتيجة تعادل نكونوا نسبيا راضيين على المجهود بتاع اللاعبين. ثم لاعبين ما يلزمكش الرياكشن ولا الاكشن حسب رايي ممكن السنة هذه ان شاء الله ما يكونش موجود في السريع. حسب رايي ثم شخصية معناتها في الفريق، ثم لاعبين اللي عندهم شخصية موجودين في بعض الأحيان معناتها ممكن يبورتيني غير الفرنسيين اللاعب ساعات يخليك تكون مركز ولا مندفع للعب الهجومي اكثر وننساو الدور الدفاعي معناتها في بعض الفترات خصوصا في وسط الميدان نسينا في بعض الفترات الدور الدفاعي. شفنا معناتها الجول خصوصا بتاع معلم بالنسبه لي هذا الجول بتاع كسابي معناتها التمركز كان سيء لعب وسط الميدان ومن روحه وسط الميدان بتاع معلم.
ماشي خلاص.